هلو برايمري 3، هاو ار يو؟ ازيكم يا سنه ثالثه، عاملين ايه؟ النهارده هنكمل يونت 1، هناخد فيه حاجه اسمها كونجكشنز، يعني الروابط، يعني الكلمات الصغننه اللي بتربط الجمل والعبارات ببعض. طيب اول رابط عندنا او اول كلمه صغننه بتربط الجملتين ببعض اسمها ايه؟ اسمها and يعني و، وبتربط جملتين شبه بعض بالظبط في نفس الفكره. يعني مثلا عايزه اقول جان كام تو ماي بارتي، دي جمله تانية بعديها بتقول سمر كام تو ماي بارتي، سمر جت برضو الحفله. الاثنين جملتين فيهم شبه من بعض في ايه؟ في ان جانا وسمر جم الحفله. طيب بدل ما اخليهم جملتين بعيد عن بعض ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول جانا and سمر came to my party، يعني جانا وسمر جم الحفلة. يبقى ربطت بين الجملتين باني حطيت and. طيب ناخد مثل تاني علشان نفهم اكتر. عندنا الجملة الاولى بتقول my father doesn't like watching TV، بابا مش بيحب يشوف التلفزيون، دي جملة full stop. بعد كده he doesn't like listening to the radio، هو كمان مش بيحب يسمع الراديو، دي كمان جملة تانية. انا عايزة اربط الجملتين دول ببعض. الجملتين دول متشابهين في ايه؟ في ان بابا مش بيحب، اول حاجة مش بيحب يشوف التلفزيون ومش بيحب يسمع الراديو. طيب التشابه ده يبقى على طول طالما الجملتين شبه بعض نحط and، يبقى my father doesn't like watching TV and he doesn't like listening to the radio، كمان مش بيحب يسمع الراديو. يبقى نحفظ كويس الرابط and بيستخدم للتشابه بين الافكار، لربط افكار او كلمات متشابهه في السياق او في المعنى. خلاص نيجي عند الرابط الثاني وهو but يعني لكن. طيب بنستخدمها ازاي دي؟ تعالوا نشوف. بات يا صحابي بنستخدمها لما نلاقي الفكرة في الجملتين عكس بعض. يعني مثلا جمال لايك سويمينج، جمال بيحب السباحة، دي جملة. الجملة تانية بتقول هي ديسلايكس رانينج، هو مش بيحب يجري. عايزين نربط الجملتين دول ببعض. طالما لقينا ان في الجملة في اختلاف او تناقض، ان هو بيحب حاجة وبيكره حاجة، في اختلاف في الافكار، يبقى على طول من غير ما نفكر نحط but. يبقى لما نحب نربط الجملتين دول ببعض هتبقى ايه؟ جمال likes swimming but he dislikes running، يعني جمال بيحب السباحة لكن هو مش بيحب الجري. ينفع نحط and؟ بصوا لو حطينا and هنلاقي الجملة مش راكبة. جمال likes swimming، جمال بيحب السباحة، and he dislikes running، وهو مش بيحب الجري. في حاجة غلط مش راكبة، مينفعش و، لان و او and بتربط بين جمل متشابهة، لكن في الجمل المختلفة نحط لكن. جمال لايك سويمينج but he dislike running، لكن هو مش بيحب الجري. طيب عشان نفهم اكتر ناخد مثال تاني. سميث از استراكت فول ستوب، سميث از كايند، يعني سميث بيكون صارم نقطة، سميث بيكون is kind يعني لطيف. انا عايزة اربط الجملتين دول واخليهم جملة واحدة باستخدام الرابط but. هتبقى كده سميث is strict but kind. ربطت كلمتين هنا ربطت بين كلمتين عكس بعض. يبقى سميث بيكون صارم but لطيف، لكنه لطيف. خلاص يبقى but لربط جمل او كلمات فيهم تناقض، فيهم اختلاف، مش شبه بعض في الافكار، فيهم حاجة عكس حاجة، فيهم حاجة مختلفة عن حاجة. انا بحب السباحة لكن مش بحب الجري. يبقى الرابط اللي نستخدمه على طول من غير ما نفكر but. طيب الرابط اللي بعد كده اسمه so، وسو يا صحابي يعني لذلك. هقول مثلا سارة is an athlete،
سارة بتكون رياضية. So لذلك does a lot of exercise، بتعمل تمارين كتير. يبقى سارة عشان هي رياضية النتيجة بقى so نتيجة على طول، يعني so بيجي بعديها على طول نتيجة. نقول مثل تاني، I spent 3 hours at the gym so I am tired now، يعني انا قضيت 3 ساعات بلعب في الجيم. So عشان كده، so معناها عشان كده او لذلك، I am tired now، انا تعبان دلوقتي. خلاص so معناها لذلك او عشان كده، بيجي بعديها على طول النتيجة بتاعت السبب اللي حصل. اتفهمت؟ يلا نكتشف مع بعض الرابط اللي بعد كده، وهو بيكوز. بيكوز يا صحابي يعني لأن. مثلا عايز أقول I eat apple، أنا أكلت التفاحة because لأن I like it، أنا بحبها. دايما بعد because السبب، ليه أنت أكلت التفاحة؟ لأن أنا بحبها. ودايما because بتبقى إجابة السؤال اللي بيبدأ بواي. ناخد مثل تاني، هبة cried، ليه هبة cried؟ ليه عيطت هبة؟ because لأن he was sad، هي كانت زعلانة. يبقى بعد because في سبب، سبب ان هي عيطت انها كانت زعلانة. ودايما بعد because يا صحابي هتلاقي جملة كاملة، فاعل وفعل وباقي الجملة. خلاص نحفظ كويس because معناها لأن. طيب الرابط اللي بعد كده واخر رابط معانا هو or. or يعني او، ودي بنستخدمها يا صحابي لما يبقى عندنا اختيارين. بنستخدم الرابط or لما يبقى عندنا اختيارات للناس. مثلا do you want pasta or rice، يعني انت عايز مكرونة ولا رز؟ دايما في اختيارات، do you want pasta or rice، مكرونة or ولا رز. طيب تعالوا ناخد مثل تاني علشان نفهم اكتر. انت عايز تقول لصاحبك انت بتحب القهوة ولا الشاي؟ تحب القهوة او الشاي؟ او دي يعني or. السؤال يبقى ازاي، do you like coffee or tea، انت بتحب القهوة or او الشاي. خلاص شايفين or جت فين؟ or جت بين اختيارين، يعني انا بخير اللي قدامي بين حاجتين، do you like coffee or tea، قهوة ولا شاي. اتفهمت يا صحابي كده؟ يبقى احنا خلصنا الخمس روابط المهمة والاساسية اللي عندنا في كتاب المدرسة من كتاب كونكت بلس. ودلوقتي ازيكم تحت الفيديو هتلاقوا كلمة سبسكرايب، دوسوا عليها، وبعد ما تدوسوا عليها هتلاقوا كلمة لايك، وبعدين اعملوا شير لو حبيتوا الفيديو وعايزين تشاركوه مع اصحابكم عشان نقدر نكمل.